اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بضيفنا وضيفكم النهارده النجم الواعد الصاعد محمد مغربي. الحمد لله على السلامه مغربي. الله يسلمك يا كابتن اسلام، انا مبسوط جدا ان انا موجود مع حضرتك طبعا النهارده. قول لي بقى، النهارده انت كنت في التشيك، مين اللي بلغك عوده مره اخرى للنادي الاهلي؟ كان كابتن امير توفيق، هو تواصل معايا وكان بلغني ان هو اللي هو الاداره بتفكر ان يقطعوا اعارتي وارجع تبقى موجود ان شاء الله مع الفريق. وبعد كده بعد تقريبا اسبوع او حاجه بلغني اللي هو انت موجود، اللي هو كان يوم الخميس اللي فات بلغني قال لي انت يوم الاحد موجود ان شاء الله مع الفريق في التتش، فاللي هو خلاص ظبط نفسك انك ترجع. وانا ساعتها قمت على طول حاجز تاني يوم ورجعت. تلقيت الخبر ازاي بقى؟ طبعا يعني ما فيش حد يقدر يتضايق ان هو يعرف ان هو خلاص هيبقى موجود مع النادي الاهلي، ان هو في اعتماد عليه. كل الحاجات دي يعني ده حلم بتحلمه من وانت صغير، من وانت بتلعب في الاهلي في مدينه نصر. كل الماتشات بتلعبها دي في الاخر الهدف انك تثبت نفسك انك تبقى موجود مع الفريق الاول، فيعني زي ما يكون حلمه اتحقق. يعني الايام السابقه، واحنا لفينا في الحلقه السابقه ايضا، كلام اتقال على سيد محمد مغربي انه عنده شروط للعوده مره اخرى من النادي الاهلي، انه يكون موجود اساسي، ودي الشروط عشان يرجع مره تانية. صحه الكلام ده؟ هو طبعا كابتن بشكرك ان انت اهتميت بالموضوع ونفيت يعني الحاجات دي، بس يعني هي دي طبعا مهم نسمع منك انت. بالظبط، هي دي حاجات يعني ملهاش اي اساس من الصحه. هو انا يعني كان موجود ان انا هناك، النادي كان بيتكلم ان انا اكمل معاهم. انا رفضت، يعني اول ما عرفت ان خلاص النادي الاهلي بيتكلم ان انا ممكن اكون موجود، خلاص هو مش هفكر في اي حاجه تانية. هو هيبقى تفكيري الوحيد ان انا ابقى موجود ان شاء الله، اثبت نفسي مع الفريق. حتى اللي هو كان في محاولات وكده ان انا اكمل، كانوا متمسكين بيك هناك، كان متمسكين، وكان في برضو عروض موجوده تانية، بس انا خلاص اللي هو قلت يعني اللي هو يعني النادي الاهلي انا خرجت عشان اخد خبرات، ان انا هدفي الاساسي ان انا اطور، ان انا ارجع اقدر ان انا ابقى موجود مع الفريق بشكل مستمر وبشكل اساسي، يبقى ليا دور. ده خلاص انا حققته، يعني انا استفدت فتره كانت مفيده جدا ليا على المستوى الكوره، يعني عامه فادتني طورتني كلاعب. فخلاص ابرز الحاجات اللي استفدتها هناك كانت ايه؟ الناحيه البدنيه طبعا يعني عاليه جدا، والناحيه التكتيكيه التزام تكتيكي وتحركات، هم هناك يعني قوية جدا في الحتة دي. عايز ابتدي معاك بقى المشوار من الاول. انت من ناشئين النادي الاهلي، اللعيبه اللي اتربت داخل صفوف النادي الاهلي. رحت النادي الاهلي انت عندك كام سنه؟ رحت النادي الاهلي وانا عندي 6 سنين في الاكاديميه. ابتديت في اكاديميه النادي الاهلي. وبعد كده كملت، كان في اللي هو بيتعمل زي منتخب للاكاديميه، اللي هو بياخدوا من كذا فرع. بالظبط، من كل فرع. ده اتخذت انا فيه، بدات العب مع في اللي هو منتخب الاكاديميات بتاع النادي الاهلي، ومن خلاله اختاروني لقطاع الناشئين. اول مدرب بقى مرنك في قطاع الناشئين كان مين؟ انا كان ساعتها اول ما فرقه ال 2001 اسست، كان اللي اختارني لفرقه ال 2001 كان كابتن علي ماهر. بس هو ما كملش ساعتها على طول، يعني راح مسك فرقه تانية. واللي كمل معايا اول مدرب دربني كان كابتن عصام صلاح. ومين تاني المدربين اللي مروا عليك؟ يعني مش بس يعني هم كلهم مدربين مميزين. يعني بدات مع كابتن عصام صلاح، وبعد كده كان في كابتن اسامه عباس. بعد كابتن اسامه عباس كان في كابتن ياسر محمدين. بعدها كابتن محمد شرف. بعدها كابتن احمد سراج. بعد كابتن احمد سراج كان كابتن سيد غريب. وبعد كابتن سيد غريب كابتن عمرو انور.